أوهايو، المواجهة الأولى في السباق الرئاسي للبيت الأبيض. ثورة استثمارية في قطاع الطاقة المتجددة بالمنطقة العربية. وبلدان تواجه خطر المجاعة بينما يهدر المواطن العربي 20 كيلوغراما من المواد الغذائية سنويا. برنامج اليوم مع لين البوديري وباسل صبري. صباح الخير عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج اليوم. وصباح الخير عليك يا لين. صباح الخير عليك يا باسل. خلينا نبدا النهارده بخبر مكمل لسلسلة الاخبار الايجابية اللي احنا بنتكلم عنها من اسبوعين، طبعا عن فيروس كورونا. الخبر الايجابي اليوم عن اعلان الرئيس الامريكي دونالد ترامب عزم ادارته توزيع الملايين من مجموعات الاختبارات الفورية لفيروس كورونا اعتبارا من هذا الاسبوع. يعني واخيرا الرائع في هذا الامر انه الملايين من هذه المجموعات ستوزع على الفئات الضعيفة، المعوقين، تجمعات ذوي البشرة السوداء، فضلا عن 100 مليون للولايات المختلفة لمساعدتها على إعادة فتح أنشطتها ومدارسها. طبعا الخبر ده مهم لأنه كان أحد الانتقادات اللي كانت موجهة لإدارة الرئيس ترامب من بداية جائحة كورونا هو أنه مفيش اختبارات كافية بتجرى في الولايات المتحدة، وبالتالي لم يتم معرفة النطاق الحقيقي لانتشار فيروس كورونا في الولايات المتحدة. فأعتقد أن دي تكون خطوة إيجابية لمعرفة انتشار الفيروس، وبعديها خطوات إيجابية إن شاء الله لإيجاد وتوزيع اللقاح في الفترة المقبلة. مناظرة أوهايو، اللقاء الأول الذي يضع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجها لوجه مع منافسه الديمقراطي جو بايدن، والشارع الأمريكي يترقب لاسيما في ظل حجم الاتهامات المتبادلة بين الجانبين. هناك 6 ملفات بينها كورونا والاقتصاد في مناظرة ترامب وبايدن، ومن المتوقع أن يتابع هذه المناظرة التي ستجرى مساء اليوم الثلاثاء في مدينة كليفلاند بولاية أوهايو نحو 100 مليون أمريكي تشغلهم قضايا وتطورات غير مسبوقة، طبعا أهمها أزمة كورونا وملفات الاقتصاد والتمييز العنصري والعدالة الاجتماعية أيضا. في المقابل الرئيس ترامب يتسلح باتفاقية السلام التاريخية بين إسرائيل والإمارات والبحرين، إلى جانب جملة من القرارات والمواقف السياسية على الساحة الخارجية. بأمر من حاكم ولاية أوهايو انتشر نحو 300 عنصر من الحرس الوطني الأمريكي لضمان سير آمن للمناظرة، ولكن مع ذلك ثمة من بدأ التظاهر جوا وبرا أيضا. ومعي الآن توم، وهو أحد سكان ولاية ميشيغان والذي جاء إلى مدينة كليفلاند خصيصا من أجل التظاهر وكذلك التعبير عن رأيه فيما يتعلق بمن سوف ينتخب له، هل بايدن أو ترامب. يقول توم إنه سينتخب لجو بايدن. You said you will vote for Joe Biden, right? على الناس انتخاب جو بايدن للتحكم في جائحة كورونا. أعتقد أن المناظرة ستقوي إيمان الناس بأن جو بايدن له مواصفات الرئيس الحقيقي. ما يقوله توماس ليس صحيحا بالنسبة لهذا الزوج الذي جاء من نيويورك لمناصرة دونالد ترامب. Very much so. Yeah, it started before President Trump. الانقسام كبير وقد بدأ قبل الرئيس ترامب. لم يسبق أن رأيت رئيسا يتعرض للتضييق بشكل سيء جدا. أعتقد أن ذلك بسبب تحقيقه ما وعد به. تدوم المناظرة 2.5 ساعة، والإجابة على كل سؤال لا تتجاوز 2 دقيقة. وبحسب التطورات فإن تسمية الرئيس ترامب لمرشحته لعضوية مجلس قضاة المحكمة العليا والادعاءات بشأن البيانات الضريبية الخاصة به ستكون من بين المواضيع الجديدة، بالإضافة طبعا إلى استراتيجية مكافحة جائحة كورونا وإنعاش الاقتصاد، بينما سيعود ملف العدالة الاجتماعية بشكل أكبر في هذه المناظرة التي تجري في ولاية أوهايو التي تعد متأرجحة انتخابيا تقليديا ومتنوعة عرقيا. خليل بن طويلة، الحرة، كليفلاند. طبعا في حديثنا عن الانتخابات الأمريكية لابد أن نتطرق إلى دور العرب هناك، خاصة وأن أعدادهم تزيد عن 3.5 مليون. فهل سيؤثر الناخب العربي على نتيجة الانتخابات الأمريكية؟ ولكن قبل ذلك، على أي أساس سينتخب المواطن الأمريكي من أصول عربية أحد المرشحين؟ التقرير التالي ربما يوضح لنا هذه الصورة أكثر.
المناظرة بين ترامب وبايدن هي الأولى من نوعها من مجمل ثلاث مواجهات سيشهدها سباق الانتخابات الأمريكية قبيل موعد التصويت مطلع نوفمبر القادم، والتي ستلعب دورا هاما في اختيار أحد المرشحين، والتي ستدور حول أزمة كورونا وما خلفته من تداعيات على الاقتصاد الأمريكي والاتهامات الموجهة لإدارة البيت الأبيض بالاستهانة بالوباء، كما ستدور المناظرات حول سجلات المرشحين والتجاوزات التي اتهموا بها، إضافة إلى الاحتجاجات العرقية وأعمال العنف في عدد من الولايات على خلفية مقتل جورج فلويد، وكذلك السجال بين الحزبين حول تعيين قاض للمحكمة العليا بعد وفاة القاضي روث بايدر جينزبرغ، كما سيناقش ترامب وبايدن نزاهة الانتخابات وما خلفه التصويت الإلكتروني من خلافات، وهو ما قد يتسبب في تأخر إعلان نتيجة الانتخابات. وعلى هذا الأساس يتساءل كثيرون عن دور عرب أمريكا في الانتخابات، ومن هو المرشح الأقرب لنيل أصواتهم، لا سيما أن العرب هناك يشكلون رقما هاما لكلا المرشحين، فأعدادهم تزيد عن 3.5 مليون شخص. وعليه فإن الناخب العربي أمام عدة سيناريوهات، إما التصويت للمرشح الديمقراطي جو بايدن، والذي رغم محاولاته استمالة المسلمين والعرب من خلال الاستشهاد بالأحاديث النبوية، إلا أنه لم يعلن صراحة مستوى علاقته وبعض الدول العربية أو الخليجية، التصويت للمرشح الجمهوري ترامب الذي يبدو أكثر إقناعاً عربياً، لا سيما بعد اتفاق إبراهيم للسلام بين الإمارات والبحرين وإسرائيل. لكن هناك بعض الآراء الأخرى التي تتحدث عن أن العرب أصبحوا أكثر انسجاماً بالمجتمعات المحلية، وعليه فإن المشكلات الداخلية ستؤثر على أصواتهم أكثر من الخارجية منها. فهل ستتأثر نتائج الانتخابات بالمناظرات القادمة، أم أن الأزمات التي مرت بها الولايات المتحدة خلال الفترة الماضية أثرت ضمناً على موقف الناخب الأمريكي؟ نتحدث أكثر حول هذا الموضوع مع ضيفنا من عمان خبير الشؤون الأمريكية دكتور زيد عيادات. مرحبا بك معنا دكتور زيد. إذن نتحدث عن مناظرة هي الأولى من نوعها بين الرئيس ترامب والمرشح الديمقراطي جو بايدن، يعني إضافة إلى ذلك 6 ملفات شائكة لربما ستحدد مصير الفائز. حسب رأيك ما هي القراءة المبدئية لهذه المناظرة في ظل الأجواء المشحونة بين الطرفين؟ أسعد الله صباحك ومشاهديك سيدة الفاضلة. نعم، نقول دائما أن كل انتخابات أمريكية لها مزاجها الخاص وسياقها الخاص، وعادة ما توصف بأنها ربما أهم انتخابات في المرحلة، لكن بكل مقاييس هذه الانتخابات ربما تكون فعلا انتخابات القرن كما يسميه خبراء السياسة الأمريكية، باعتبار الظروف والسياقات العامة التي تجري بها هذه الانتخابات. بالحديث عن المناظرات أولا، علينا أيضا أن ندرك تماما أن للمناظرات تأثير ليس كبيرا على تغيير أصوات الناخبين، فهي في العادة ما تحرك أولئك تلك الفئة من الناخبين غير المحددة وغير متخذة القرار، الذين يقولون لا أعرف باستطلاعات الرأي العام، فهو لا يعرف إن كان سيصوت لترامب أو لبايدن، وقد تؤثر قليلا على الداعمين المترددين، داعمين بايدن فور اكزامبل المترددين، ربما هذا يشجعهم او يبعدهم عن، لكن بالنتيجه العامه تاثيرها هو محدود وقليل، ملفاتها شائكه، وبالتالي من المتوقع ان تكون هذه المناظره ربما عدائيه الى حد بعيد. هنالك تحضيرات من الجانبين، هنالك ملفات ساخنه، هنالك اتهامات جاهزه، منها ما يتعلق بالضرائب الرئيس الامريكي، منها ما يتعلق باداره ملف كورونا، ومنها طبعا طيب. قضايا العرق والعنف المجتمعي. طيب دكتور زيد، يعني كما ذكرت احد اهم الملفات المطروحه هو التعامل مع جائحه كورونا، هناك اتهامات كثيره من الجانب الديمقراطي لطريقه التعامل الرئيس ترامب، وهناك ايضا اجراءات من اداره ترامب، اجراءات عديده لمكافحه الفيروس على الارض وتوقعات بلقاح قريب. ما هو تقييمك للمواجهه في هذا الملف بالتحديد؟
أخي الكريم، قبل جائحة كورونا وحلولها ما كان أحد يشكك باحتمالية كبيرة لإعادة فوز وترامب بالرئاسة. جائحة كورونا وطريقة إدارتها وتأثيراتها سواء المتعلقة بالإدارة أو التي لا تتعلق بإدارة ترامب لهذه الجائحة أثرت تأثيرا سلبيا، خاصة أن أعداد الموتى تتزايد وأعداد المصابين تتزايد، والأكثر أهمية بالنسبة للناخب الأمريكي هو أوضاع الاقتصادية والاجتماعية. هل هنالك إجماع بين كل المراقبين أن ترامب كان له إدارة خاطئة أخفق، أن ترامب قد أخفق في إدارة ملف كورونا؟ أنا أعتقد أن إدارة ملف كورونا كانت من الثغرات الأساسية في إدارة ترامب. نعم، فيما يتصل بتحقيقه نجاحات في السياسة الخارجية وأهمها بالضرورة وبالقطع هو هذا الاتفاق الذي تم بين الإمارات وإسرائيل والبحرين وإسرائيل، سيكون له تأثير كبير على الناخب الأمريكي، وهنالك كثير من الأمريكيين، يعني مئات الملايين من الأمريكيين ينتخبون بناء على السياسة الخارجية والإقليمية، على عكس ما نظن نحن عادة أن ما يشغل الناخب الأمريكي هو فقط القضايا المحلية. هنالك تطور هائل في السياسة الأمريكية، أن قضايا السياسة الخارجية والدولية عامل محدد وأساسي في تقرير انتخابهم للرئيس. هذا النجاح الذي حققه ترامب فيما يتصل بمسيرة السلام وفي الشرق الأوسط وحلحلة السياسة في الشرق الأوسط سيكون له تأثير إيجابي بالضرورة على شعبيته وربما إعادة انتخابه. طيب ماذا عن دور العرب دكتور زيد؟ يعني العرب عددهم تقريبا 3.5 مليون في الولايات المتحدة، في رأيك ما هو تأثير الناخب العربي على مرشح البيت الأبيض، وما الذي يؤثر في الأساس في قرارات الناخب العربي أو من أصول عربية؟ شكرا جدا، هذا سؤال مهم. ولا شك أن هنالك دور متزايد وتأثير أقوى للصوت العربي داخل السياسة الأمريكية وفي الانتخابات الأمريكية، وظهر ذلك في انتخابات النواب وبعض أعضاء الكونغرس وبعض البلديات وغيرها من الإدارات المحلية. لكن هنالك مشكلة فيما يتصل بالصوت العربي. أولا فيما يتصل بالتعداد السكاني، الرقم المسجل للعرب هو 1.7 مليون تقريبا، لأن هنالك إحجام حقيقي من العرب على أن يسجلوا بأنهم عرب، لأنهم يدرجون تحت قائمة وايت أبيض وليس قائمة أذرز ميدل إيست. ثم التعداد السكاني في أمريكا لا يحدد الحقيقة الأصول التي جاء منها العرب من منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وعادة ما يدمجون بغير العرب من المنطقة، وبالتالي هنالك تشويش، لأن الإحصاءات الأخرى تقول أن العرب ربما هم 3.7 مليون أو بين 4 إلى 7 مليون، أنا تقديري أنهم حوالي 4 مليون منقسمين، طبعا ليس كلهم منخرطون بالعمل السياسي أو مهتمون به، هنالك تزايد كما قلت بهذا الصوت. على الأرجح أن الصوت العربي كان دائما محكوما بقضايا السياسة الخارجية ومواقف أمريكا من منطقة الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية، هنالك تزايد اهتمام عربي بالقضايا المحلية باعتبار أنهم أصبحوا الجيل الثاني والثالث، وبالتالي قضايا الضرائب والتعليم والصحة والعمل وإلى آخره هي محددات لرأيهم ومواقفهم. أنا أتوقع أن يكون الصوت العربي ليس حاسما لكن مهم بدرجة معقولة، وهو سيكون أكثر ما لدعم ترامب. شكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا خبير الشؤون الأمريكية دكتور زيد عيادات، شكرا جزيلا لك. لن نتعد كثيرا عن الولايات المتحدة، موضوعنا الآن متعلق بسفارة الولايات المتحدة في العراق، يعني الاتصالات الأمريكية العراقية متواصلة منذ يومين لضمان أمن سفارة واشنطن في بغداد بعدما استهدفت بصورة متكررة من قبل الميليشيات المسلحة المدعومة من إيران. بس الصحف الأمريكية تحدثت عن سيناريو سحب سفارة واشنطن من العراق، وهو ما يعني عززه تحذير وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو للرئيس العراقي برهم صالح بشكل نهائي حول هذا الموضوع. تطرقت أيضا إلى أن انسحاب الدبلوماسي لن يقتصر على السفارة الأمريكية، وإنما سيتم إتباعه ببعثات أخرى تخشى على أمنها في بغداد. يتوالى الحديث عن اعتزام الولايات المتحدة إغلاق سفارتها في العراق في خطوة تثير القلق بين أوساط الحكم في قصر السلام. صحف أمريكية تؤكد أن واشنطن تسعى إلى استباق الأحداث وقطع الطريق أمام تهديد أمن سفارتها في المنطقة الخضراء التي تتعرض بشكل متكرر لاستهداف بالصواريخ من قبل الميليشيات المسلحة المدعومة من إيران.
الأمريكان بالطبع سيتبعون عملية الانسحاب بقرارات سياسية واقتصادية لتطويق العراق وعدم السماح لإيران باستخدامه قاعدة أو منطلقة لتهديد الأمن والسلم الإقليمي والدولي. هذه الهجمات لا تؤثر على أمن البعثات الدبلوماسية فحسب، وإنما على حكومة العراق وفرص الاستثمار فيه بحسب ما صرحت به متحدثة باسم الخارجية الأمريكية للحرة، موضحة أن وزير الخارجية مايك بومبيو أنذر بغداد نهائيا بهذا الخصوص في مكالمة هاتفية جمعته مع الرئيس العراقي برهم صالح، الذي سبق وأن شدد في اجتماعاته مع مسؤولي بلاده على ضرورة وقف هذه الهجمات التي تمثل استهدافا لسيادة العراق وسمعته. تحذيرات الخارجية الأمريكية تزامنت مع زيارة يجريها وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إلى إيران، التي يصر قادتها على أن التواجد الأمريكي هو ما يزعزع أمن المنطقة، بينما يرى مراقبون أن الخطاب الدبلوماسي لا يجدي نفعا مع الميليشيات المسلحة، وأن التهاون في هذا الملف سيحمل العراق تبعات مغادرة البعثات الدبلوماسية واحدة تلو الأخرى. فهل ستنجح بغداد بتقديم ضمانات لاستمرار عمل سفارة واشنطن وتجنب سيناريو الانسحابات؟ ينضم إلينا من بغداد وعبر الهاتف أستاذ العلوم السياسية الدكتور خالد عبد الإله، مرحبا بك معنا دكتور. يعني كما تابعنا في هذا التقرير تفاصيل تصريحات الكاظمي، يعني بأنه السبب هو السلاح المنفلت وأمر بفتح تحقيق فوري في هذا الموضوع، لكن السؤال هنا هل هذا كاف لاسترجاع هيبة الدولة فيما يخص أمر الدبلوماسيين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، صباح الخير لكم جميعا مشاهدي قناة حرة وشاكر هذه الاستضافة. بالتأكيد أنا أتوقع اليوم المديات التي تسير عليها الحكومة هي مديات في إطار فرض القانون وتطبيق القانون، ولكن أنا أتوقع اليوم مسألة نبدأ حفظ سلاح بيد الدولة واكبت البرامج الحكومية لكل الحكومات المتعاقبة حول هذا المبدأ، ولكن تطبيق على صعيد الواقع غير متجذر. البعض يتحدث عن سلاح منفلت، البعض يتحدث عن سلاح غير مجاز، البعض يتحدث عن سلاح العشائر، وكأنما اليوم احنا خرجنا عن الإطار الحقيقي للسلاح الذي هو خارج إطار منظومة الدولة، الذي يهدد أمن المواطن، أمن المجتمع، أمن النظام السياسي برمته. لذلك يجب أن تكون هناك إجراءات حقيقية. صح مسألة تشكيل اللجان التحقيقية يعني هو شيء يدخل في إطار سياسات قانونية، ولكن نحن أكثر لدينا أكثر مؤسسات أمنية وجهات أمنية استخباراتية. أين تلك العصابات المنفلتة أو التي خرجت على القانون وتهدد تارة البعثات الدبلوماسية أو السفارات أو حتى مسألة أمن المواطن العراقي، حالات الاختطاف والقتل وإلى آخره من الأمور الأخرى؟ أنا أتوقع هذا الأمر يحتاج إلى مراجعة حقيقية في إطار المنظومة الأمنية العراقية على مستويات وزارة الدفاع والداخلية، بالطريقة التي يمكن من خلالها بناء منظومة حقيقية يمكن أن نتحدث عن أي خرق أمني يحدث هنا وهناك. طيب. لا نتحدث عن لجان تحقيقية تبحث عن من هي الجهات، بل نتحدث عن قوات تستطيع أن تلقي القبض قبل وقوع الحادثة، وهذه هي نقطة أساسية وجوهرية في كل المؤسسات الأمنية في العالم هي تعمل عليها طالما. طيب دكتور خالد، هنالك دعم وإلى أمور أخرى. دعنا نستكشف هذا السيناريو الافتراضي الذي تحمله التصريحات الأمريكية. إن تم إغلاق السفارة الأمريكية بالفعل أو حتى تم نقل أعمالها إلى أربيل، كيف سيؤثر هذا على العراق من جميع النواحي؟ يعني أول شيء أنا أتوقع اليوم إغلاق السفارة الأمريكية يرتبط بمصالح العليا للولايات المتحدة الأمريكية وعلاقاتها مع العراق، فضلا أن هذا الأمر قد يرتبط في الجانب الانتخابي، لأن لدينا انتخابات في 3 نوفمبر، ولا أتوقع بأن الإدارة الأمريكية تسير وفق هذا المحنة، بمعنى أن هنالك خسارة في إطار موقفها مع إيران في إطار الملف النووي والعقوبات. وبالتأكيد هذا الأمر قد يستثمر من قبل الخصم العنيد الحزب الديمقراطي في إطار هذا الأمر، لكن قد تكون هنالك بعض الإشارات بأن إذا لم يكن هنالك إجراءات لدينا كحكومة للولايات المتحدة الأمريكية بعض الإجراءات، فضلا عن أن إجراء نقل السفارة يحتاج إلى إجراءات
لا نقول انها بيروقراطيه ولا ما اجراءات نظام الولايات المتحده 90 يوم، وبالتاكيد هذا الامر قد يدخل في اطار حسابات الولايات المتحده الامريكيه قبل ان يدخل في حسابات العراقيه. انا اتوقع الحديث عن هذا الامر هو يدخل في جمله من المعطيات. لو كان هنالك غلق او غلق السفاره الامريكيه فهذا قد يكون له تداعيات كبيره بالنسبه للسفارات الدول خمسه زائد الدائم العضويه في الامم في مجلس الامن، وبالتاكيد هذا الامر لا يرضاه العراق ولا يقبله العراق. لذلك سوف تكون هنالك اجراءات يمكن ان تعطي رساله اطمئنان للجميع. طب دكتور خالد، يعني احنا تحدثنا عن السلاح المنفلت سواء كان بيد العشائر او غيرها، لكن ايضا الحديث الاهم هنا عن الميليشيات الموجوده في العراق، يعني حان الوقت للتحرك الحازم ضد هذه الميليشيات، لكن السؤال كيف سيكون وكيف من الممكن انه تتعامل الحكومه مع هذا الموضوع؟ يعني أنا أتوقع تعامل الحكومة يجب أن يكون في مسارين. مسار القائد العام للقوات المسلحة وتطبيق القانون على الجميع، ومسار السلطة التشريعية في تشريع وتقنين القوانين التي يمكن من خلالها أن تكون لها أريحية كبيرة في تطبيقها، ومسار السلطة القضائية. اجتماع الرئاسات الثلاثة بحضور رئيس السلطة القضائية نتوقع فيه الكثير من الدلائل. مسألة الحديث عن، لا نتحدث عن ضبط السلاح، أتحدث عن هيبة الدولة، وهذا الأمر أنا أتوقع أمر لا يختلف عليه اثنان، ولكن إجراءات تطبيقها يجب أن تطبق على الجميع. عندما تخرج بيانات في جميع القوى السياسية تندد بعملية سقوط الصاروخ على بيت أحد المواطنين واستشهاد وجرحى، جميع القوى السياسية تندد، لكن بالمعادلة الأخرى هل إن اليوم القوى السياسية اليوم لديها إرادة حقيقية في إطار معرفة من هي الجهات أو تقديم الجهات التي يمكن من خلالها أن نتحدث عنها؟ القوات الأمنية في أكثر من مناسبة وأكثر من اختبار تتحدث عن مجموعات أو إلقاء القبض على مجموعات، من هي هذه الجهات التي تقف وراءها؟ أنا أتوقع هذه أسئلة مهمة جدا، طالما أننا لم نحسم أو لم نضع لها إجابة حقيقية شافية نتوقع سوف يتكرر الأمر في أكثر من مناسبة، ولا سيما أن اليوم نتحدث عن إجراء انتخابات مبكرة، وهذا الأمر قد يؤثر بشكل كبير جدا بالبناء المجتمعي وأيضا سمعة العراق في إطار المحافل الدولية. إذا لم يكن هنالك مراجعة حقيقية في بيان من هي الجهات أو البعض يتحدث عنها أنها جريمة منظمة أو عصابة، وضحت الفكرة. أشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا هذا الصباح أستاذ العلوم السياسية دكتور خالد عبد الإله، شكرا جزيلا لك. نعلم جميعا أن المنطقة العربية تضم أكبر احتياطيات العالم من النفط والغاز، ولكن ما يجهله أو يتجاهله البعض هو أن نفس المنطقة فيها أيضا أضخم الإمكانيات الكامنة من الطاقات المتجددة، وعلى رأسها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. صحيح باسل، يعني وقال المهندس محمد أطعاني أمين عام الهيئة العربية للطاقة المتجددة إن حجم الاستثمارات العربية المتوقعة في الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة فوق 700 مليار دولار بحلول عام 2040، متوقع عن ازدياد الطلب على الطاقة الكهربائية إلى أكثر من 300 جيجا وات في عام 2030. هذه المعطيات ساهمت في جعل قطاع الطاقة المتجددة جاذبا للكثير من فوائد رؤوس الأموال العربية ومقصدا استثماريا للشركات الأجنبية في ظل تصاعد الطلب على استخدام الطاقة. هناك أمثلة عديدة من المشاريع القائمة والتي يجري تنفيذها في هذا المجال في المنطقة، ما سيضع بعض دولنا على خريطة الطاقة النظيفة على المستوى العالمي خلال الأعوام الخمسة المقبلة. فدولة الإمارات العربية المتحدة مثلا تنفذ حاليا مشروع مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، والذي سيسهم في تعزيز التنمية المستدامة في دبي وسيدعم استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 لتوفير 75% من إجمالي طاقة دبي من مصادر الطاقة النظيفة في غضون 30 سنة القادمة فقط. أما السعودية فتسعى حاليا للوصول بإنتاجها من الطاقة النظيفة إلى 27 جيجا وات بحلول العام 2024، منها 20 جيجا وات من الطاقة الشمسية. أما مصر فتعمل على إنجاز مشروع يعرف باسم شموس النوبة في مجمع بنبان للطاقة الشمسية في محافظة أسوان، وتصل قدرته إلى 186 ميجا وات.
المغرب يعمل أيضا على الوصول إلى توليد 52% من احتياجاته من الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة بحلول العام 2030، ولديه حاليا محطة شاسعة الحجم لإنتاج الطاقة الشمسية، طبعا محطة نور في بلدة ورزازات على أطراف الصحراء الكبرى، التي قد تسهم في تحديد ملامح مستقبل الطاقة في العالم أجمع. بدورها طورت المملكة الأردنية بيئة تشريعية وتنظيمية جاذبة للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، مكنتها من تطوير مجموعة من مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح التي تضخ الكهرباء النظيفة بقدرة إجمالية تبلغ نحو 1500 ميجاوات. يعني بس هذا على صعيد المنطقة العربية التي تضم يعني احتياطات النفط والغاز، لكن نتحدث هنا عن مصر. رغم الخطوات الكبيرة التي حققتها في التوسع وإنتاج الطاقة المتجددة خلال السنوات الماضية، إلا أن الشركات العاملة في هذا المجال تشكو من اقتراب فرض رسوم على دعم شبكات الطاقة الشمسية في الشبكة القومية للكهرباء، كما يشكو مستخدمو السيارات الكهربائية من تكلفة الشحن السريع داخل المحطات. نتابع. باستنكار استقبلت شركات الطاقة المتجددة في مصر قرار مرفق تنظيم الكهرباء بفرض رسوم على دمج محطات الطاقة الشمسية بالشبكة القومية للكهرباء. حاتم يقود شركة تعمل في هذا المجال منذ 6 سنوات، ويقول إن هذا القرار سيقضي على عمل نحو 300 شركة ومئات العاملين فيها. قانون النت ميترنج ده المفروض ان هو تحفيزي، تمام؟ امتى بنطبق مقابل الدمج او ضريبه الشمس دي؟ لما نوصل ل 40% او 30% من كهربه مصر، وبالتالي التذبذبات الكتيره في الطاقه الشمسيه دي بتاثر على الشبكه. واحنا عملنا حساباتنا واسسنا شركات وعيننا موظفين وعملنا راس مال بدل ما نحطه في البنك ونحطه في الشهادات، استثمرنا واجتهدنا كلنا. هل يرضي حد ان 3000 موظف تمام ما يبقاش عندهم شغل؟ هل يرضي حد ان مستقبل الطاقه الشمسيه والطاقه المتجدده والاهداف بتاعتنا تمام ما نوصلهاش؟ من جهته نفى مرفق تنظيم الكهرباء تحديد رسوم الدمج، واشار الى انه لا يزال يدرس القيمه التي سيتم فرضها، وهو ما يراه المستثمرون عائقا امام المنشات التي ترغب في التحول الى الطاقه الشمسيه. التسهيلات التي قدمتها الحكومة قبل سنوات قليلة لاستخدام السيارات الكهربائية دفعت أيمن إلى شراء سيارة لترشيد كلفة استهلاك الوقود، لكن الإعلان عن كلفة الشحن السريع في المحطات جاء مخيبا لآماله، حيث يماثل قيمة نصف لتر من الوقود لكل كيلووات. احنا كنا متوقعين ان السعر يكون اقل من كده عشان يكون في منافسة، يعني لان العربية سعرها غالي، واغلب الناس اللي اشترت عربيات كهرباء كان عندهم امل ان تكاليف التشغيل تبقى اقل من البنزين. السعر المعلن ده مماثل تقريبا لسعر تكلفة البنزين. الناس اللي مش شاري عربية كهرباء لما يلاقي ان انا ما استفدتش حاجة من شراء العربية سعرها في الاصل غالي وما وفرتش عن العربية البنزين حاجة، هو كمان مش هيتشجع ومش هيشتري عربية كهرباء. تخطط الحكومة المصرية إلى إنتاج طاقة متجددة بنسبة 42% من إجمالي الطاقة المنتجة بحلول عام 2035، ودشنت مشروعات عملاقة تأتي على رأسها محطة بنبان للطاقة الشمسية ومحطة جبل الزيت لطاقة الرياح. مصر تعتبر أخذت خطوة جيدة، يعني رؤية استراتيجية واضحة أن احنا عايزين نعمل ربط كهربائي مع مختلف الدول شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، والعالم كله بحلول 2050 هيكون مترابط كهربائيا، ومصر مؤهلة بأنها على التقاء أوروبا وأفريقيا وأسيا أنها تلعب دور كبير في الربط الكهربائي. فهي بتمهد الطريق ده بعدد من المشروعات، سواء مع السودان، ليبيا، الأردن، وفي المستقبل خطة مع الربط مع قبرص وبعد كده أوروبا. ووصل إنتاج مصر من الطاقة المتجددة إلى 5800 ميجاوات حتى منتصف العام الجاري، تشكل 11% من إجمالي إنتاج الطاقة، وقفز الإنتاج بنحو 76% خلال السنوات الست الماضية، وينفذ حاليا نحو 500 مشروع، بينما تتم دراسة أكثر من 3000 مشروع آخر. أحمد حسين، الحرة، القاهرة.
هذا مشاهدينا بالنسبة لمصر. أما في المغرب فتتواصل الجهود الحثيثة من أجل الاستفادة من مستقبل الطاقة المتجددة عبر تطوير مشاريع للطاقة الشمسية والكهرومائية وتقليل الاعتماد على الطاقة المستوردة. طبعا يشكل مجمع نور ورزازات الذي ذكرناه منذ لحظات أحد أهم المشاريع التي يعتمد عليها المغرب في الوصول لهذا الهدف. يمتد مجمع نور للطاقة الشمسية المتعدد التكنولوجيات على مساحة 3000 هكتار، ويقع قرب مدينة ورزازات جنوبي المغرب. هذا أحد أهم المشاريع التي يعول عليها المغرب في تمكينها من الاعتماد على الطاقة البديلة، وتبلغ سعته الإجمالية 580 ميجاوات. اليوم تتجاوز القدرة الإجمالية في التشغيل 3700 ميجاوات. لدينا عدد من المشاريع قيد التطوير والإنشاء بقدرة 4300 ميجاوات. نرى أن التكنولوجيا تتطور بسرعة كبيرة، فهي تتيح لنا تنويع مجالات تدخلنا، وأيضا لتعزيز تطوير قطاع اقتصادي صناعي وطني قوي في الطاقات المتجددة. يهدف المغرب إلى زيادة الطاقة المتجددة إلى 52% بحلول عام 2030، مع خفض استهلاك الطاقة بنسبة 15%، وذلك ضمن استراتيجية مغربية يثمنها المهنيون في القطاع الخاص. الاستراتيجيه الوطنيه اللي فعلا بدات في 2009 واللي كان عندها اثر كبير، عدد المشاريع كبيره اللي تنجزت في هذا الميدان، سواء في الطاقه الشمسيه ولا الطاقه الريحيه، وكاين مشاريع اخرى طبعا في بالنسبه لطاقه المياه. وطبعا احنا كقطاع خاص فاحنا كل ما منش انهي انه يطور هذا الميدان ديالنا ويخلق مشاريع، فطبعاً الحال احنا اول وحدين تنصفقوا له. وبالاضافه الى مخطط الطاقه الشمسيه، انخرط المغرب في مجموعه من المشاريع الخاصه بالطاقه المتجدده كالريحية والكهرومائية، ساهمت في بلورة إنتاجه المحلي في مجال الطاقات المتجددة. الطاقات المتجددة تسمح لنا باش ندخلوا في إطار واحد تنمية اقتصادية مستدامة نقية بارتباط مع التوجهات العالمية اللي كاينة اليوم، وهي الاقتصاد الأخضر والتقليل من استعمالات ديال الطاقات اللي جاية من تحت الأرض. منذ سنة 2009 يعتمد المغرب استراتيجية طاقية وطنية جديدة متعلقة خاصة بالطاقات المتجددة للرفع من الاستهلاك الداخلي من الكهرباء ولتطوير استهلاك الطاقة النظيفة. يسعى المغرب من خلال تطوير استهلاك الطاقة النظيفة لمحاولة الابتعاد عن الاعتماد على الطاقة المستوردة، إضافة للمساهمة في الحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري حفاظا على البيئة. فاطمة البكاري، الحرة، الرباط. ومعنا الآن مشاهدينا من دبي الخبير والمحلل الاقتصادي عمرو عبدو. صباح الخير أستاذ عمرو. يعني في البداية دعنا نتكلم عن تكلفة هذه المشروعات وكيف يؤثر الاستثمار فيها بهذا الحجم على الاقتصاد من جهة، وأيضا كيف يوفر في سعر الكهرباء من جهة أخرى. طيب، بالنسبة للاستثمار فهو استثمار ناجح. هذه التكلفة خاصة الآن مع التكنولوجيا الحديثة صارت يعني يكاد تكون تكلفة الاستثمار في الطاقة الشمسية هي يعني أفيد وأربح من الاستثمار في الطاقة التقليدية، والسبب أنه لديها يعني فوائد مركبة وأرباح مركبة على الاقتصاد. كيف مثلا؟ أولا، كل مليون دولار تستثمر في الطاقة النظيفة تخلق 3 وظائف مقابل وظيفة واحدة، يعني مقارنة بالاستثمارات مثلا في الطاقة التقليدية والهيدروكاربونز. الشيء الثاني هو انه حاليا في الوقت الحالي للاستثمارات دي بدات تكون جذابه وتكلفتها ليست عاليه، لانه يعني جموع المستثمرين حول العالم هم عملوا زي بلدج انه احنا عاوزين نوجه استثماراتنا والسيوله الاستثماريه في مشاريع للطاقه النظيفه او مشاريع الاهداف التنميه المستدامه 17 التابعه للامم المتحده بشكل عام، ولكن قطاع الطاقه له يعني حجم مقدر جدا، فبنتكلم على تريليونات. الاستثمارات المطلوبه حوالي 2.5 تريليون دولار سنويا، وللطاقه بس في الشرق الاوسط حوالي 100 مليار دولار سنويا، فهناك في موجوده سيوله كبيره جدا.
في شهية كبيرة جدا للاستثمار في هذا النوع، فمعناها انه اذا الطلب عالي معناها التكلفة حتقل بشكل كبير جدا. كيف نعرف؟ في هناك فيما يسمى بالسندات الخضراء. الآن كل سنة لدينا حوالي 5 سنوات الماضية أرقام قياسية وراء أرقام قياسية، فبالتالي هناك في توجه عام للاستثمار في الطاقة النظيفة، وهذا يعني قلل التكلفة جدا. أستاذ عمرو، يعني كما نعلم مصر تتجه لإنجاز مشروع جديد بما يخص الطاقة المتجددة يعني ولتوليد الكهرباء، لكن حسب رأيك هل بإمكانها يعني من خلال هذا المشروع أن تلبي احتياجات كل بيت في استهلاك الكهرباء يعني وهو ما يعني بأكثر من 40%؟ نعم، هو طبعا يعني هناك في توجه كبير جدا لزيادة نصيب الطاقة المتجددة بشكل عام في ما يسمى بالإنرجي ميكس. مثلا بالنسبة للإمارات هناك في هدف أنه على بحلول 2050 يكون حوالي 50% من الطاقة يكون من الطاقة المتجددة. السعودية أيضا 50% هيكون بحلول عام 2032 وهكذا. فأفتكر كل هذه المشاريع الضخمة، يعني الشيء المثير للانتباه إنه الدول أكبر الدول المصدرة للنفط هي أكشلي الدول السباقة في تبني الطاقة المتجددة وتحديدا الطاقة الشمسية بأنواعها المختلفة. فمثلا ولدينا ادنى تكلفه في العالم، افتكر الكيلو وات وصل الى 3 سنت او حاجه زي كده. فافتكر انه هذه المشاريع زي من مشاريع مصدر في 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 حول العالم، وايضا في ابو ظبي عندنا نور، وفي دبي في مجمع الشيخ محمد بن راشد لإنتاج الطاقة الشمسية. كل هذه مشاريع عملاقة جدا هي الأكبر على مستوى العالم. أستاذ عمرو، أيضا خلينا نتحدث يعني بعمق أكثر عن هذا الموضوع، يعني إنتاج الكهرباء حسب رأيك هل يعني أنه رح يكون المستقبل يقتصر فقط على اعتماد الطاقة المتجددة؟ يعني كيف من الممكن يعني وما هو المطلوب من العالم العربي للوصول إلى هذه المرحلة؟ نعم، أولا العالم العربي طبعا ممكن نقسمه إلى 2. القسم الأول اللي هو الغني بالطاقة، طيب مثلا الخليج تحديدا، والجزء اللي هو الفقير فقير للطاقة. بالنسبة للجزء الغني مثلا معظم بلاد الخليج تصدر بين 75 إلى 90% أو مجموع صادراتها هو يأتي من النفط، فبالتالي مع زيادة النمو ومع زيادة التعداد السكاني يستهلك طاقة أكثر، معناها هذا يكون خصم مباشر على عوائد هذه الدول، فبالتالي لديها دافع قوي جدا أن تستثمر في الطاقة المتجددة لكي يعني تستفيد بشكل أكبر من مواردها النفطية للتصدير. بالنسبة للدول اللي هي فقيرة للطاقة مثلا زي الأردن على سبيل المثال ودول أخرى كثيرة، بنجد أنه الأردن تستورد حوالي 97% من احتياجاتها للطاقة، وهذا يعني يضع ضغوط كبيرة جدا على موازنة الدولة بحيث انه لا تستطيع ان يعني تخصص هذه الجزء من الموازنة للتعليم والصحة والأشياء الثانية الأخرى، فبالتالي ايضا لدى الدول الفقيرة للطاقة دافع قوي جدا. واحنا يعني العالم العربي محظوظين اننا نقع في اكثر المناطق المناسبة لتبني الطاقة الشمسية تحديدا، يعني مثلا الأردن 300 يوم في السنة يعني متواصلة من الشمس، في الخليج ايضا 300 وكسر. فاذا نظرنا الى الخارطة اللي هي السولار ماب نجد انه ليس هناك اي سبب غير كده انه احنا ممكن نخلق منتجات كبيره جدا للاقتصاد من الطاقه الشمسيه بتمليك يعني مثلا الشباب محطات للشحن السيارات. هو المسيره بدات 150-200 دولار، ان المسيره بدات يعني عربيا وانها لن تتوقف وانه الاهداف وضعت ومستمرين يعني في العمل على الوصول اليها، وده الايجابي في الموضوع. اشكرك على وجودك معنا هذا الصباح الخبير والمحلل الاقتصادي عمرو عبدو، شكرا جزيلا لك. مرحبا بكم من جديد مشاهدينا. في هذه المحطة سنفتح ملف آخر، وهو أنه للمرة الأولى تحيي منظمة الأغذية والزراعة الفاو اليوم الدولي للتوعية يعني الفاقد والمهدور من الأغذية، وذلك للمرة الأولى في 29 سبتمبر 2020، وذلك بهدف تسريع الإجراءات المتخذة للحد من الفاقد والمهدر من الأغذية خاصة في ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا.
تشير تقديرات المنظمة إلى أن 14% من الأغذية تفقد بطرق مختلفة بقيمة تقدر بحدود 400 مليار دولار أمريكي سنويا، كما تكفي هذه الكميات المهدورة لتغذية مئات الملايين من البشر الذين يعانون من الجوع، خاصة في بعض البلدان العربية التي ترزح تحت خطر الفقر والمجاعة كاليمن والسودان. فيما يلي قائمة البلدان العربية الأكثر إهداراً للطعام وفقاً لتقرير أصدرته منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة عام 2019، مصر تصدرت هذه القائمة بواقع 25.8 سنوياً بالنسبة للفرد الواحد، يشاركها في ذات المركز المغرب بنفس الكمية المهدورة من الطعام ب 25.8 كيلوغرام سنوياً. جاءت تونس في المرتبة الثالثة عربيا بمعدل 23.5 كيلوغرام من الطعام المهدور سنويا، تليها الإمارات في المرتبة الرابعة عربيا بمعدل 23 كيلوغرام سنويا للفرد. أما خامسا تأتي السعودية، حيث يهدر الفرد فيها 20.8 كيلوغرام للفرد سنويا. الأردن تليها سادسا بمعدل إهدار، وهو ما يعني سجلته بواقع 19.8 كيلوغرام للفرد سنويا. لبنان تليها بواقع 18.55 كيلوغرام لكل فرد سنويا، فيما لم يتجاوز الإهدار في السودان بواقع 1.7 كيلوغرام سنويا للمواطن الواحد. وبينما نهدر نحن الطعام، يواجه الملايين من اليمنيين الفقر والجوع في ظل أزمة وصفتها تقارير أممية بأنها أكبر أزمة إنسانية في العالم. أسرة علي العمري واحدة من آلاف الأسر اليمنية التي تعجز عن توفير لقمة العيش وحق أفرادها في التعليم والسكن والملبس وغيرها من سبل العيش الكريم. يقول العمري إن ظروف الحرب التي مضى عليها أكثر من 5 سنوات انعكست عليه وعلى أفراد عائلته بمزيد من الفقر والجوع وصنوف الأمراض. الوضع صعب متردي جدا. كسبيل المثال على المريض هذا الأخ هاني محمد عثمان، هذا تعبان عنده أورام دموي بالدماغ، الدكاتير كلهم دار في تعز وإب وصنعاء كلهم يقول له اعمل عملية بالخارج، لا يوجد عملية باليمن، لا في إمكانيات ولا توفر الأجهزة، يعني بتدور على عمليته ما تكلف 15,000 دولار. دكتور بصنعاء قال له قدر تكلفة العملية 20,000 دولار، صعب فين بيجي بها مع الظروف الصعبة. هو كان عامل اشتغل في وايد. وتتسع دائرة الفقر في اليمن لتأخذ صورة أكثر قتامة، والتي حذرت منها المنظمات الدولية بعد أن ألقت الظروف الاقتصادية الصعبة للبلاد بظلالها على مختلف الشرائح المجتمعية وفي جميع المحافظات، وكرست معاناة آلاف الأسر اليمنية الحاجة الملحة إلى مواد أساسية للحياة في الوقت الذي يتم فيه إهدار الموارد في الدول الأقل احتياجا لها، حسب ناشطين في المجال الإنساني. بالنسبة للمواطنين في محافظة تعز، نستطيع أن نقول أن تقريبا ما يناسب ما يقارب 60% منهم معتمدين على الإغاثات وتدخل المنظمات سواء المحلية أو الدولية، وفي حين أن هذه الإعانات الغذائية لا تفي باحتياجات هذه الأسر. الأسرة تحتاج إلى صحة، إلى تعليم، إلى غذاء، فهذه الخدمات التي تقدم هي جزء بسيط مما يقدم. وتؤكد المؤشرات والبيانات الصادرة عن المؤسسات المالية الدولية أن نحو 80% من سكان اليمن بحاجة للمساعدات الغذائية، فيما يواجه الملايين منهم الفاقة والجوع في ظل أزمة وصفتها تقارير أممية بأكبر أزمة إنسانية في العالم. معنا الآن من عمان خبير الأمن الغذائي والطوارئ الدكتور فاضل الزعبي. صباح الخير عليك دكتور فاضل. يعني نتحدث عن 20 كيلوغرام سنويا، الرقم قد يبدو بسيط للوهلة الأولى ولكنه للفرد الواحد، يعني لو أمكن أن تحدثنا عن خطورة ومدى ضخامة هذا الرقم في الصورة الأكبر. عالميا ما يفقد ويهدر هو 1.3 مليار كيلوغرام، 1.3 مليار.
من أصل إنتاج عالمي مليار طبعا طن من الأغذية، من أصل إنتاج عالمي يصل إلى 4 مليار طن من الأغذية. نتحدث عن ثلث هذا المنتج يذهب بين فاقد ومهدر، واليوم هو اليوم العالمي للتوعية بالفاقد والمهدر من الغذاء. نتحدث عن ما مجموعه، يعني ببساطة إذا كان هذا الرقم يقسم على عدد سكان العالم عند إعداد نعم. هذه الإحصائيات، فإن الإنتاج هو 15 كيلوغرام للفرد باليوم، يهدر ويفقد منها 5 كيلوغرامات باليوم. ما يذهب منها فاقد تقريبا ثلثيها، وكيلو وثلاثة بالعشرة هو المهدر يومي. إذن الأرقام مهولة جدا. نتحدث عن منطقتنا العربية، شمال إفريقيا والشرق الأدنى، معدل الفاقد والمهدر يصل إلى 250 كيلوغرام بالسنة. هذا رقم كبير. في دول عربية تصدرت اللائحة الدولية، أخذت رقم واحد، الهدر والفاقد عندها 437 كيلوغرام بالسنة، ودول عربية أخرى المركز الرابع الهدر 193. طب دكتور فاضل، ودول مثل فلسطين في المركز يعني إحنا رح نتحدث عن هذه الدول اللي تصدرت القائمة، لكن يعني إحنا بنحكي عن أرقام جدا كبيرة في دولنا العربية في الوقت اللي بتعاني منه مثل سوريا، اليمن، العديد من الدول، يعني المجاعات. يعني إحنا بنحكي عن إنها على شفة هاوية، وهذا طبعا بيعود للظروف السياسية والاقتصادية اللي بتمر فيها هاي الدول. يعني خلينا نتحدث عن وضع الأمن الغذائي في هذه الدول. نعم، المقصود هي الثلاث دول التي تعاني من وضع مأساوي في الأمن الغذائي زي ما تفضلتي، واللي هي نتيجة ظروف سياسية واقتصادية وظروف أمنية. سوريا واليمن والسودان. سوريا 11 مليون مواطن من أصل 17 بحاجة إلى المساعدة الإنسانية الغذائية، وهذا رقم هائل جدا. تتحدث عن دولة يصل 83% من سكانها تحت خط الفقر، والأسباب عديدة ومعروفة لكم. نتحدث عن اليمن، 13 مليون بحاجة إلى المساعدة الإنسانية الغذائية من أصل عدد السكان أصلا كان 29، هسه ما تبقى منه لا يرقى إلى هذا الرقم. إذا جئنا إلى السودان، عدد السكان 42 مليون، هنالك 9 مليون بحاجة إلى المساعدة الغذائية. هي أرقام مهولة. نتحدث عن ثلاثة دول على الأقل بين يعني بحدود 23 مليون إنسان بحاجة إلى مساعدة غذائية عاجلة. فهذا الوضع نعم. بالنسبة للأمن الغذائي في هذه الدول. طيب دكتور فاضل، خلينا نتكلم عن دورنا كمستهلكين، يعني ثقافة الإهدار في الطعام أو تقديم الكميات الكبيرة، فكرة إكرام الضيف المتأصلة في الثقافة العربية بصورة كبيرة، ربما هي أحد أكبر أسباب إهدار الطعام. ما هو دور المنظمات في توعية المجتمعات، ودورنا في توعية المجتمعات حول هذه النقطة؟ سؤال مهم جدا، وهذا دور كبير، ولذلك تم تحديد هذا اليوم للتوعية بالفقد والهدر. دور منظمات المجتمع المدني ودور الحكومات أيضا، لكن خلينا نركز على دورنا ودور منظمات المجتمع المدني. دورها كبير بنشر التوعية بتغيير أنماط الاستهلاك. أنماط الاستهلاك سواء كانت في المآدب ولا في الأعياد ولا حتى في حفلات الأحزان والمآتم وغيرها واللقاءات العائلية والمطاعم والفنادق، هذه كلياتها تؤدي إلى هدر أرقام كبيرة، يجب أن يتم تغيير هذا النمط. هذا جانب. أما الجانب الآخر، منظمات المجتمع المدني تقوم بدور شوية خجول، بنوك طعام منتشرة تحاول أن تجمع ما يتم أو الفائض من هذه الموائد من أجل توضيبها بشكل والاستفادة منها. هذا الدور الخجول يجب أن يطور إلى استثمار. إذا أصبح لدينا قطاع خاص، منظمات خاصة، منظمات تستثمر في الفائض من هذه الأغذية، أنا أعني تستثمر أي أن تحصل عليها عندما تكون فائضة بشكل صحي وسليم، وتضعها في عبوات صحية وسليمة، وتحفظ في عبوات صحية وسليمة، وتقدم إلى محتاجينها، حتما راح يكون دور كبير. عدا عن طبعا إذا سمحتي لي أضيف، الفرد نفسه مطالب أن يغير عادات الاستهلاك، مطالب أن لا يشتري
سوى ما يحتاجه أن يذهب إلى السوق بقائمة محددة، مطالب أن يقلل من الكميات اللي بيشتريها، مطالب بأن يفهم معنى تاريخ الصلاحية، مطالب بأن يتفقد ثلاجته يوميا، مطالب أيضا بأن يحاول عدم التخلص من الفائض. هذه العادات الغذائية ممكن أن تساهم، وبكون أدينا دورنا إحنا والمجتمع المدني. أكيد يعني إحنا بدنا نتشكر وجودك معنا، بدنا نتشكرك على هاي المعلومات، خبير الأمن الغذائي والطوارئ الدكتور فاضل الزعبي، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا، غدا سنتحدث عن واقع الترجمة والمترجمين حول العالم، خصوصا مع دخول التطبيقات الإلكترونية على خط هذه المهنة التاريخية. لهذا سؤالنا لكم على صفحة الفيسبوك سيكون: هل تعتقد أن الترجمة عبر التطبيقات الإلكترونية يعتمد عليها وستكون خيارا أفضل عن خدمات المترجمين؟ شاركونا إجاباتكم على صفحة برنامج اليوم على الفيسبوك. وصلنا بهذا مشاهدينا لنهاية هذه الحلقة، إلى اللقاء. لا تنسوا أن تراسلونا بأرائكم على مواقع البرنامج. والآن وقفة مع أهم ما جاء في حلقة اليوم. تكلفة الاستثمار في الطاقة الشمسية هي يعني أفيد وأربح من الاستثمار في الطاقة التقليدية، والسبب أنه لديها يعني فوائد مركبة وأرباح مركبة على الاقتصاد. سوريا 11 مليون مواطن من أصل 17 بحاجة إلى المساعدة الإنسانية الغذائية، وهذا رقم هائل جدا. تتحدث عن دولة يصل 83% من سكانها تحت خط الفقر.